من طبيعة الأذن أنها تقوم بتنظيف نفسها بنفسها، فلا نحتاج إلى تنظيفها عن طريق أعواد القطن، وهي عادة خاطئة. فالشمع الذي تفرزه الأذن يحتوي على إنزيمات وهرمونات مفيدة لحماية الأذن، وأي جسم يلامس طبلة الأذن قد يتسبب لها بحدوث التهابات. كما أن دفع الشمع إلى الداخل وتكدسه على الطبلة له تأثير سيء على السمع. من فتحة الأذن اللي هي برة إلى طبلة الأذن طول القناة عند الكبار تقريبا سنتين ونص، أو الأحرى يقول لك إنش. زين، عود القطن المتعارف عليه دوليا طوله 8 سنتي، يعني انت بطريقه مباشره وغير مباشره راح تسبب ضرر للاذن، يا انه بالقناه نفسها او في حالات صارت عندنا ثقب طبله الاذن وهذا الم لا يطاق ياثر على السمع ويدخل مشاكل ويصير نزيف. وايد ناس يحطون العود هذا بالاذن، الجسم الغريب هذا، ويدزون الشمع داخل. فهني معظم الحالات اللي يجون العياده باستمرار كذا نتيجة أنه استعملوا العود، دخلوا الشمع داخل بالإذن إلى مكان ما نقدر نوصل عليه إلا يكون عند طبيب عن طريق المنظار، ولازم تنظيف عن طريق شفط الهواء والأمور هذه. وطبعاً هو إحساس جداً يعني مقلق ومتعب، لأنه يسكر الإذن، ما أقدر أسمع، أحس بثقل بإذني. إذا بتسوون من برا بس كمحارم كلينكس أو العود من برا والله أنظف، بس أنه أدش داخل خطر، لأنه شفنا المضاعفات. أثناء الشعور بعدم التوازن خلال المشي ينصح الأطباء بالتأكد من حالة القلب وضغط الدم والسكري قبل مراجعة طبيب الأنف والأذن لفحص الأذن. الأذن كذلك بس إنها مسؤولة عن السمع، كذلك هي مسؤولة عن توازن الجسم. وإحنا نمشي سبحان الله نعمة من رب العالمين، إنه ما يحتاج أطالع وين أروح، إذا الأرض مستوية أمشي بدون أي مشاكل. وايد ناس يحوشهم عدم التوازن هذا، وعدم التوازن هذا يصير يعني يحوش يمكن 1% من الناس نتيجة التهاب فيروسي، نتيجة مثل ما نقول زكام، نتيجة كان مسوي عملية، كان في مشكلة. الجفاف لدور جبار، اللي ما يشربون ماي نقولهم يا جماعة شربوا ماي، لأن الجفاف يساعد ويهيج الأذن ويسبب عدم توازن. ملامسة الأذن للأجسام الغريبة يعمل على تهيجها وحدوث ألم شديد، قد يضطر بالطبيب إلى إعطاء المريض مضادات حيوية أو إدخاله المستشفى لتلقي العلاج. خالد الفارس، الراي.